اسمها السابق كان اليحر، ولغاية فترة بسيطة والشيوخ طول عمرهم غيروا الاسم لأن المنطقة بالفعل صارت كبيرة جدا، فحبوا يحطون اسم واحد الله يطول عمرهم وهو حطوها باسم العاملة. منطقة اليحر منطقة جدا جدا قديمة، وتعتبر من أوائل يعني المناطق المأهولة بالسكان في مدينة العين. وكان طبعا وجود المياه كان يعني الناس تتجمع فيها، الناس كانت تبحث عن المكان اللي يعني يقدروا يزرعون فيه، وهم والماشية والإبل اللي عندهم. بداية أول نهضة أو بداية عهد الشيخ زايد كانت بداية مساكن بسيطة جدا ما تتجاوز يعني 80 إلى 90 بيت، وهكذا يعني بدأت تطور المنطقة وتكبر ومع نفس الاسم طبعا اليحر. اليحر القديمة كانت أطعمي محدودة، شعبيتها تقريبا 300 بيت أو 250 بيت. تين عند أول بيت تقول إنهم أريد فلان اسم الشخص معين، على طول يخبرون إيش فيه. بدينا باليحر القديم ثم باليحر الشمال شمال الشارع، ونفس الوقت كان معها هزع البوش، ثم انتهينا للعالية. منطقة ما شاء الله يعني الله يرحمه الشيخ زايد بناها على تل مرتفع فسموها العالية، وهذه الآن ما شاء الله فيها تقريبا أكثر من 300 بيت. وطبعا اخر توجيهات المرحوم الشيخ زايد كانت منطقه الف مسكن، والحمد لله اليوم الحكومه توزع الاراضي الخاصه اللي احنا قاعدين فيها، والعيال نفس الشيء يحصلون. هذا طعم اليحر القديم لها ذكريات خاصه، وما ننسى الذكريات الشعبيه هذه القديمه كنا رابين فيها. السلام عليكم. بحيك. مرحبا مرحبا يا مكتوم. مرحبا مرحبا، كيف الحال؟ عساك طيب، شحال فرقانك؟ شحال العيال؟ والسلام لك. يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا. ذكريات الطيبة اللي في اليحر هني انت ما تنساها. لا والله ذكريات قديمة، والهاط عمرك كانت اليحر. نعم. عقب اليحر اصبحت العامر، وهي عامر ان شاء الله بهالها ومعازيبها. اللهم امين. الحمد لله الحين العامر صارت من احسن بلدان مدينة العين، اصبحت مدينة متكاملة، كل شيء متوفر. وهذه العيشة عايشين حنا من سنين ما هي كبيرة، ونسرح بعدنا في الخليمة والرعاء من رعي حمد لله بقعة الشيار مرة ما حد ما هذي الحين حنا نشتري الحشيش ونشتري الطعام عشان يبوش الحين أول ما نعرفه، وبعدنا ما تأكلن التمر ولا تأكلن شيء من الحشيش ذي، ما تأكلن تأكلن الحشيش رب العالمين خالقي. طبعاً أغلب هاليحر من هالمنطقة الأصليين كانوا بدو، يعني كانوا دائماً عايشين على الناقة. يعني كنا أول إحنا صغار نعرف يعني اللي ماله كثير عنده ناقة عدد جمال كثير، يعني كانت الثروة تقدر بالثروة الحيوانية. طبعاً هذه كانت أرزاق للناس، كانت ناس تركض الإبل تبيع منها، كان ناس تشرب حليبها حتى اضطرت تبيعها مثلاً كلحم، فكان تقريباً أغلب الناس شغالين في الإبل. الله يرحمه زايد سوى كل شيء، وبقعة ذي كانت صحراء ما فيها شيء، وخلاف أمر علينا ويا بنا مكاين، وكل طوي ركب عليه مكينة، سوى أمر بالنخيل واستوى العربان عندهم النخيل أول يوم بغوا تمر فزعوا للعين في ظهر بعير، ويا بو لهم تمر ويا بو الرطب ويا بو الهنبع من العين، ويوم خلاف زرعوا الهنبة وزرعوا النومي عندهم وثار هني عندنا في الحا.
فهو عمل خطة عجيبة يعني، خلى الناس اللي ما يعرفون قيمة الزراعة قال لهم بنسوي لكم تسويق. الكلام هذا طبعا في الثمانينات والتسعينات، وبدأ يوزع مزارع للمواطنين. طبعا المزرعة مشمولة مكفولة من كل شيء، فبدأت الناس تزرع والشيخ زايد يشتري منهم الغلة. طبعا كانت المزارع تجي مبالغ يعني كبيرة جدا، فالناس كلها زرعت، وكان يقول لهم مع الزراعة حطوا نخيل. طبعا هو هدفه أن النخلة بتعيش، فبدأوا يزرعون النخيل، حتى كان في قانون أظني لازم كل مزرعة يكون فيها أقل شيء 200 نخلة، وبدأت الناس تهتم بالزراعة. في مناطق عندنا كان يعطون مع البيت مزرعة، يعني في مناطق حتى كانت مش مهولة، كان الله يرحمه الشيخ زايد يقول خذ البيت ومعاه مزرعة، حتى الناس تبدأ تزرع وتعرف موضوع الزراعة وتحب المنطقة هاي، لأن سبحان الله الإنسان أي شيء يتعب فيه ويجتهد عليه يكون له وقع في قلبه وقيمة في قلبه. فكان هذا فكرة الشيخ زايد الله يرحمه، كان يدعم الناس بطريق غير مباشرة. ما شاء الله، يعني وزع المزارع من الظاهرة إلين القوع، هذا الخط الينوبي كلها مزارع، تزرع فيها الطماطم، تزرع فيها الخيار، تزرع فيها الباذنجان، تزرع فيها جميع انواع الخضار اللي موجوده كلها، ولك تسويق من الحكومه دعم